السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم اللي كنا طرقنا ليه سابقا وفي العديد من المرات في بعض الفيديوهات السابقه، ان راح نتكلموا على المترشحين اللي يعني نوعا ما اللي باينين في الصوره وفي الساحه الرياضيه الجزائريه، اللي راحين يكونوا مترشحين لرئاسه الفاف ورئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم. مترشحين يعني راح نركزوا على ثلاث مترشحين، يعني هذا من اللي ثلاث مترشحين هذوما اللي عندهم نوعا ما خبره في تسيير كره القدم الجزائريه وايضا معروفين في الساحه الرياضيه، اللي يعني بينوا النيه نتاعهم باش يترشحوا يعني لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم. اول مترشح لمنصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو امين لابدي. من هو امين لابدي؟ امين لابدي هو موظف سابق وعامل في نادي بارادو وصديق زتشي والذراع الايمن لخير الدين زتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. امين لابدي اللي خلق له نوعا ما يعني رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي منصب في الاتحادية ومنصب ايضا في عفوا منصب في المنتخب الوطني. يعني بعد مجيء زتشي الذراع الايمن لزتشي هو امين لابدي اللي اعطاه منصب كمساعد مناجر المنتخب الوطني، مساعد مدان كمناجر المنتخب الوطني، مساعد مناجر المنتخب الوطني، وهذه سابقه في تاريخ كره القدم الافريقيه والجزائريه انه نلقاو مساعد مناجر يعني بالدرجه نتاعنا كما نقولوا، ما لقالوش منصب سمى له منصب هذا يعني باش يحميه من الصحافه الجزائريه وبعض اللي ينتقدوا سياسة خير الدين زتشي. إذا أمين لابدي كان يعمل كمساعد مناجر في مع المنتخب الوطني أيام رابح ماجر وأيام الكاراز، ولما كان المنتخب يسير في نتائج سلبية، رغم ذا أنه رغم الانقسامات المنتخب والمشاكل اللي صارت وذهب الكاراز وبعدها حاج مجيء بماجر وذهب ماجر والمشاكل صارت في المنتخب الوطني، لكن هذا الشخص مازال يعمل في المنتخب الوطني باوامر من خير الدين زتشي اللي يعمل لحد الساعه يعمل داخل المنتخب الوطني، ودائما تلقاوه في الصوره دائما مع جمال بالماضي، محتك بجمال بالماضي. اذا دائما في المنتخب الوطني كمساعد مناجر، هذا المنصب اللي صراحه يبقى لغز. إذا نرجع لموضوعنا، السيد أمين لابدي كان عنده تصريح يعني يبقى في الذاكرة وفي التاريخ. التصريح الشهير لأمين لابدي قال: لو يروح زتشي نروح معاه، أنا مهمتي تنتهي بذهاب زتشي، يروح زتشي نروح معاه، مادام زتشي كاين أنا مع زتشي. يعني زتشي كان صريح في الترشح نتاعو وقال انا مانيش راح نترشح لعهده ثانيه. اذا امين لابدي قال يروح زتشي نروح معاه صوت وصوره. صدير باش يعرفوا الناس ما عندك شهرين بلي انا شويه لا فيديراسيون سي با بور لو بوست ولا بور لا فيديراسيون ولا المام سي بور خير الدين زتشي باسكو سي مون امبلويور مون بريزيدون مون امي اي مون فرير دونك سي تادير كو جي ان فيكو دو 25 مع السيد هذا. جي ان فيكو دو 25 دونك سيد اللي انت عندك ان فيكو دو 25 عام معاه سي نورمال كو شويه لا فيديراسيون عليه هو نهار يروح خير الدين زتشي من الفيدراليه راح نروح نهار يروح خير الدين زتشي من الفيدراليه راح نروح. اذا بعد ما شفتوا خوتي الفيديو اللي واضح وضوح الشمس يعني الفار ما يرحمش انه امين لابدي ذراع الايمن لزتشي قال لما يروح زتشي يروح معاه، والان راهو يترشح لي منصب رئاسة الفاف أو رئيس كمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. مترشح ثاني شخصية معروفة، رجل معروف في الساحة الجزائرية لكرة القدم، في الساحة الرياضية، الساحة الكروية، شخصية معروفة خاصة في الكرة الجزائرية المحلية، رجل معروف السيد محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة سابقا، السيد اللي صرات له مشاكل مع المكتب الفيدرالي الحالي ورئيس الاتحادية اللي سحبوا منه الثقة يعني كسابقة أيضا في تاريخ الكرة الجزائرية. السيد هذا والرجل هذا عنده يعني نقدر نقولوا حنكة ودراية خاصة بالكرة المحلية،
يعني كان مترشح ايضا قوي وعنده الاسهم نتاعو، نظرا لانه عنده خبره وباع ايضا في كره القدم المحليه، اللي راح يساعد لو يترشح، راح الترشح نتاعو ايضا يساعد الكره الجزائريه وخاصه الكره المحليه. ايضا مترشح يعني معروف، يعني السيد محفوظ قرباج رجل معروف على قلتها ونعودها في كره القدم الجزائريه. المترشح الثالث هو ايضا شخصيه معروفه اغلب جماهير الجزائريه تعرفه، هو وليد صادي. السيد ايضا وليد صادي اللي عنده خبره وباع ايضا في الكره الجزائريه خاصه في المنتخب الوطني وبعض دواليب الكاف. لماذا؟ لان السيد هذا ولا الرجل هذا نقدر نقولوا ليه تلميذ الحاج محمد روروة. تلميذ الحاج محمد روروة وليد صادي، بحكم انه لماذا تلميذ تاعو؟ بحكم انه يعني الحاج محمد روروة يعني هو اللي جابه المنتخب الوطني واعطاه الثقه التامه فيه، وضع فيه الثقه التامه فيه. وايضا الحاج محمد روروة محتك بالكره الافريقيه وعنده بعض ويعرف كواليس الكره الافريقيه، ومحتك ايضا بالهيئات الكرويه القاريه والافريقيه. اللي راح شي هذا لو يترشح، انا قلت لو ينجح راح يساعد من كل المنتخب الوطني، بالاخص انه كان يعني حاكم منصب في المنتخب الوطني وعمل داخل المنتخب الوطني ويعرف بعض الخبايا الكرة الإفريقية والكواليس الإفريقية اللي راح تساعد نوعا ما المنتخب الوطني اللي مقبل على تصفيات كأس العالم. احنا نعرفوا باللي الاتحادية هذه مغضوب عليها من قبل الكاف وخاصة من قبل هيئة أحمد. لو تبقى هذه الاتحادية أو يبقى أو يترشح ويفوز أمين لابدي اللي هو ذراع أيمن ليزاتشي، راح نكونوا خاصة عندنا مشاكل خاصة من ناحية التحكيم، بحكم المشاكل اللي صارت بين زاتشي وعمر بهلول واحمد والكاف، راح تكون عندنا عراقيل نوعا ما. انا لا ازكي شخص، لكن اعطيكم يعني بعض مواصفات كل مترشح، وكل مترشح بماذا يتميز وما هي الاخطاء نتاعه وما هي مميزاته. اذا وليد صادي كما قلت مترشح معروف في الساحه الرياضيه الجزائريه، مترشح نوعا ما نقدر نقولوا شاب، عنده خبرة ودراية بالمنتخب الوطني، عنده خبرة ودراية ولو حتى خبرة قصيرة في الكاف، يعرف دواليب الكاف كواليس الكاف، نقدر نقول عليه كما قلت التلميذ الحاج محمد روروة. موعد الانتخابات أواخر مارس بداية أفريل كحد أقصى، لحد الآن مازال ما تمش يعني تاريخ محدد يعني المفاهمة على تاريخ محدد بسبب تماطل هيئة ولا تماطل الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بقيادة زاتشي، وبغية منها ضغط على الوزارة أو سيناريو هيتشكوكي وهو معاقبة الكرة الجزائرية بسبب تعنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إذا بالمختصر المفيد الثلاثي هذا هو الأبرز، يوجد مترشحين آخرين لكن ركزنا على الثلاثي هذا، هذا الثلاثي الأبرز 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 في الترشيحات. إذا هؤلاء الثلاثة المترشحين هم الأبرز في الساحة الرياضية الجزائرية، وهم الأبرز للفوز بمنصب بكرسي رئاسة الفاف، يعني صراحة هذا بالثلاثي. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.